غلطة إدارية كبيرة في عقدك مع الاتحاد السكندري خليتك تمضي للأهلي فري. أنا ما كنتش عارف أصلا الموضوع، يعني أنا ما كنتش عارف أصلا أنا فري أصلا. يعني أنا في المفاوضات بدأ الناس تستعلم، فجأة لقيت نفسي فري، بس هو ده اللي حصل. يعني إزاي كنت فري وانت لعيب جامد جدا في الفريق؟ معرفش، لقيت عقدي فري. انا معرفش، لقيت عقدي فري تقريبا. انا خلصت المنتخب، منتخب الشباب بعد كاس عالم، فكان جالي فرق فكده، فكان عادي، عارف عقد الناشئين، فهم عدلوا عقد الناشئين. الفتره دي كانت في ثوره او حاجه زي كده، اكتشفت ان انا العقد مش موجود او العقد ما توثقش، حاجه كده يعني، ده اللي انا عرفته. طب العقد اللي موجود انا عرفت منين؟ من اتحاد الكوره، قال لك العقد اللي موجود اللي انت كنت بتلعب بيه في الناشئين. طب العقد التاني فين؟ بس فلقيت ان العقد مش موجود وانا فري. فاكر اول جزمه لعبت بيها؟ الجزمه الحمراء. وايه علاقتها بابراهيم سعيد؟ بص، انا الفتره دي لما صعدت الدرجه الاولى، كان يعني من حسن حظي اللي قابلت لعيبه كبيره، يعني كانت جت نادي الاتحاد، وكان ابراهيم سعيد هو كان اول واحد كان اداني الجزمه دي، وكان متبنيني الفتره دي. يعني كنت لسه صغير بقى، وبدا هم مدلعيني وكده، فجاب لي جزمه. انت عارف لسه بقى الناشئين وكده، فالجزمه ما كانتش بتبقى احسن حاجه، بس يعني فجاب لي جزمه واتصل بيا وجابها لي لحد الاوضه. يعني لا، كان متبنيني الفتره دي. يعني بعيدا عن حبك لابراهيم، فاكر ازاي ابراهيم سعيد كان بيهرب من التمرين؟ هو مش بيهرب، هو دمه خفيف بس شويه. ابراهيم ما كانش بيهرب، هي القصه كلها ان هو ما كانش بيحب الجري. عادي، في لعيبه كتير قوي ما بتحبش الجري، فطبعا لما كان بيجي تمرين كان بيقول لي الكوتش انا طالع رايح الحمام او كده، وكان مثلا بيجي بعد لفتين ثلاثه يعني. بس اول تمرين ليك في الاهلي، دخلت من باب النادي شنطتك على ظهرك، دخلت لحد التتش، وقفت، بلمت، اتخضيت، فاكر اللي حصل؟ دي الفترة اللي انا فيها كنت خلاص خلصت، وكان المفروض ان انا رايح النادي، فطبعا قالوا لي في النهارده الجمهور هيبقى موجود وعايزين يرحبوا بالفرقة واللعيبة الجديدة، فيعني هتتمرن معانا النهارده وكده. فدخلت غيرت، وطبعا بقى يعني سمعت المدرج بره، الدنيا بتتكسر بره يعني. فالموضوع كان فعلا كان جديد عليا، وكان الموضوع مش سهل يعني، فاهم؟ بس الواحد كان مبسوط الحمد لله، الناس كانت بتستقبله استقبال كويس قوي، كانوا حابين ان انا ابقى موجود، والحمد لله يعني كان في قبول من ناحيه الجمهور، وموجود لحد دلوقتي يعني. كان في هتاف اول يوم ليك في النادي واول ما حطيت رجلك في التتش من الجمهور ليك، فاكر كان بيقول لك ايه؟ اه فاكر طبعا، دي حاجه مش هتتنسي يعني. هم طبعا بعد ما رحبوا باللعيبه كانوا بقى بيعملوا جمل كده لكل لعيب، يعني كانوا تقريبا الولا ولا اهو حمدي زكي اهو تقريبا. غنيها. الولا ولا اهو حمدي زكي اهو. رحت النادي الاهلي بعد ضجه كبيره، حسيت ان خلاص الدنيا ضحكت لمحمد حمدي زكي. 6 شهور تلعب شوط واحد بس مع النادي الاهلي، ما سالتش نفسك سؤال بعد 6 شهور، محمد حمدي زكي لاعب موهوب ولا موهوم؟ موهوب ولا موهوم؟ هو مش ده اللي انا بحدده يعني. كده كده النادي كان ساعتها عارف هو متعاقد مع مين. انا رايح النادي الاهلي، يعني اكبر نادي في مصر، فالموضوع كان بديهي جدا يعني. انت واحد كنت مكسر الدنيا، وكنت في منتخب مصر الاول وانت لسه صغير يعني، فكان طبيعي جدا ان انا يجي لي فرق، وطبيعي جدا ان النادي عارف ما هو متعاقد مع مين يعني. مش بيجيب اي حد وخلاص. النادي الاهلي والانديه الكبيره والزمالك والانديه الكبيره ما كانتش بتجيب اي لعيب وخلاص، لازم تجيب لعيبه كان عامل طفره او هو حسب امكانياته يعني كنادي يعني. بس فلا، اكيد موهوب، عمرها ما كانتش، عمرك ما هتبقى موهوم. لو موهوم دي مش هتكمل، هتبقى موسم ومش هتكمل. لكن انا الحمد لله كل فتراتي في الكوره الحمد لله انا راضي عنها، الا باستثناء حاجات بسيطه كانت غلطات اكيد مش من عندي يعني. واخرهم كان السيزون اللي فات، فالحمد لله على كل شيء يعني. محمد حمدي زكي لاعب جريء، تيشيرت النادي الاهلي كان تقيل عليك؟ لو تقيل يبقى انت تقول ان انا لعبت وما قدتش، لكن انا ما لعبتش. فلا، هو انا بالنسبه لي مش تقيل، عشان انا برضو الفترات اللي انا لعبت فيها كنت فيها الحمد لله بقدم بشكل كويس، فترات قليله جدا، لكن انا لو كنت خدت كنت هبقى قد كده كتير يعني. حسام البدري اشاد بيك كتير، واول ما مسك الاهلي خرجك من حساباته. حصل الفتره دي طبعا كان الكابتن حسام بره النادي، تقريبا كان اخر مدرب انا اتمرنت معاه، وبعد كده طلبت منه ان انا امشي، حسيت ان انا مش هبقى في النادي ليا دور او كده. فهو كان بيتكلم عليا الفتره دي اللي كان بره، كان بيتكلم على حمدي ولاعيب جامد والنادي هيستفيد منه ولسه صغير وبيلعب في كذا مركز، فكانت الدنيا حلوه يعني. لما جه انا قلت خلاص، هو بقى يعني الراجل بيتكلم كويس، فطبيعي هتاخد فرصه يعني، بس ما حصلش برضه.
علي جبر وباسم مرسي وحازم امام الصغير قعدوا معاك عشان يقنعوك تلعب في الزمالك، بس لعبت في الاهلي. بس الكلام ده بعد فتره كبيره، انا مضيت للاهلي في الفتره بتاعه الدوري اللي هو دورين ده، فاكره؟ فكنت خلاص خلصت، كنت اوريدي خلصت للاهلي يعني، فكان الموضوع ما كانش هيحصل فيه حاجه، ما كان مستحيل يحصل يعني. ميمي عبد الرازق ما كانش مقتنع بيك لما رحت سموحه؟ لا خالص، دكتور ميمي كان بيختار برضو، بس هي القصه كلها ان انت ما كنتش بتلعب فتره كبيره في الاهلي، فطبعا ما كنتش جاهز، فهو كان متخوف ان انت تظهر بشكل مش كويس او ما تاديش بشكل كويس. بس الموضوع ما طولش، الموضوع اول ماتش ماتشين على ما اتذكر يعني، بعد كده انا لعبت تالت ماتش او رابع ماتش من ساعه ما روحت، والحمد لله من ساعتها فنيش 13 جون في الموسم، وتقريبا حتى كمان اول ماتش انا جبت فيه جونين يعني، فكانت الحمد لله بدايه كويسه ليا يعني. بعد موسم هايل مع المقاولين العرب جه كابتن شوقي غريب وبكل سهوله خلص عليك. والله بص، هو الموضوع كان شويه زي ما انت ما بتقول كده، بس انا مش بحسبها هو خلص او ما خلصش يعني، بس هي القصه كلها انا ما عنديش اعتراض ان المدرب يجي يبقى مش مثلا مقتنع بلعيبه فيمشيه يعني، بس الغريب في الموضوع ان انت كنت هداف الفرقه تمام السنه اللي قبلها، السيزون ده ما كناش احسن حاجه فيه كفرقه كمجموعه، فطبيعي ان يبقى ليك رصيد في النادي يعني، فاتفاجئت في اخر الموسم بس متاخر يعني، متاخر قوي بعد حوالي 25 او 30 يوم. لو انا مثلا كنت اعرف قبلها بشويه ده اللي زعلني شويه، ان اولا احنا ما تبلغناش، لو كنا نعرف من بدري شويه كنا خدنا قرارات ان احنا نشوف فرق بره يعني، بس كنا الموضوع متاخر شويه فده اثر عليا شويه يعني، خلاني شويه مش عارف افكر الامور ممكن تمشي ازاي يعني الفتره دي. في سموحه عملت موسم هايل احرزت اهداف كتير، مولين عرب عملت موسم هايل احرزت اهداف كتير، رحت اسوان عملت موسم هايل احرزت اهداف كتير، بعد كل موسم بتتميز فيه بتضلم معاك، شايف ازاي اللي بيحصل ده؟ بص، مش هقدر اقول لك مش عايز اقول حظ يعني، بس بتاع توفيق ربنا، ممكن هو ربنا ليه حكمه في كده. هي مش بتضلم، هو يعني ممكن بقول سوء حظ شويه، بس يعني بيبقى برضو ربنا اختار الاحسن يعني. فانا بالنسبه لي الموضوع ده ممكن يبقى بيضايقني شويه، بس يعني بحاول ان انا اعدي المرحله دي عشان اركز بس في حياتي يعني. في سموحه كابتن حسام حسن قعدك في البيت وبدون سبب. حصل الفتره دي الفرقه كانت ماشيه مش احسن حاجه، فكابتن تقريبا خد قرار ان في 7 أو 8 لعيبه يتمرنوا لوحدهم او كده وبعدوا عن الفرقه، على امل يعني ان هم دول متخاذلين او حاجه زي كده يعني، بس طبعا انا طبعا ما قبلتش بالموضوع، ورحنا قعدنا معاه، وبعديها مفيش يوم ولا يومين كان الماتش، ودخلت المعسكر ولعبت الماتش عادي يعني، ما حصلش اي حاجه. موسم مع النادي الاسماعيلي مسحته باستيكا، صح؟ صح. بص، في حاجات كده بتمر عليا في الكوره انا لازم انساها يعني، تمام؟ هي دي الفترات اللي انا فيها مبقاش كويس خالص، عشان انا لو وقفت عند كل حاجه الدنيا مش هتمشي يعني. السنه دي برضو اي سيزون انا كنت فيه مش كويس كنت تلاقي الدنيا فيه في الفرقه كفرقه مش احسن حاجه، بس الناس كانت حاطه امل على حمدي، ان حمدي لعيب جامد كده متصنف ان انت لعيب جامد، و و و عادي، كل لعيب ساعات بيجي له دروب في الكوره، مش ضروري يبقى التقصير منه هو شخصيا، ممكن يبقى مقصر، بس في حاجات كتير قوي بتخلي الفرقه في الوضع ده يعني، فمش كل لما الفرقه تبقى في مستوى مش كويس تيجي تلوم عليا انا، فاهم؟ انا مش هشيل الفرقه لوحدي، كنت لعبت حاجه فرديه يعني احسن. فالنادي كانت الفتره دي برضو نفس القصه، النادي يعني كانت فيه تدخلات كتير، وكان فيه امور مش مستقره، والاداريه مش مستقره، ومدير كل شويه مدير فني، فالموضوع كان صعب قوي يعني، كل ما يجي مدير فني وتبتدي تلعب معاه يبتدي المدرب يمشي، او هم يتقال ان هو هيمشي عشان ما بيلعبش ناس معينه، حاجات كده كتير يعني. فهي السيزون، وبعد كده اول ما رحت الاسماعيلي جت الكورونا، وبعد كده قعدت 4 شهور في البيت، وبعد كده رجعنا تاني، فسيزون ما يعني عادي، سنة عدت، لعبت نص الموسم، مع اني لعبت نص الموسم لحد اخره، وبعديها رحت المقاولين، بس بالنسبة لي ما عملتش حاجة فما بحسبوش، دي القصة يعني. قدمت مواسم مميزة مع فرق كبير، وحصيلة لعبك دولي ماتش واحد مع كوبر، ايه السبب؟ السبب قلة اللعب في الفترة اللي انت كنت فيها كويس قوي، او حصل طفرة في مستواك وبدأت تنتقل لفرق كبيرة زي النادي الاهلي، وعدم المشاركة هو ده اللي أثر عليا،
بس يعني حتى الفترة اللي أنا طلبت فيها أمشي عشان ألعب مشيت وعملت سيزون جامد، وحتى الأهلي طلب إن أنا أرجع آخر الموسم، وفعلا رحت المنتخب الفترة دي بس برضو ملعبتش، فالموضوع كان كل شوية بيتكرر يعني.